قول الدين في صوم بلا صلاة؟ إيه؟ ما قول الدين في صوم بلا صلاة؟ إيه؟ صوم بلا صلاة. لا. إنسان يصوم ولا يصلي. معلش. يصوم رمضان ولا يصلي. كلمة يصلي دي لازم نقف عندها قبل ما نقول بيصوم ولا ما يصومش. اللي بيصلي نسأله أنت ما تصليش ليه؟ إن كنت منكرا للحكم تقتله حدا. رضبت الحكم على الله. يبقى كافر ولا تبقى شويانة. نعم. إنما تبقى مؤمن الحكم على الله. لا. وإن كان كسلا يستتاب 3 أيام ثم يقتل. ما خليش بقى لما بقول له بتصوم ولا بتصليش ويقول ليه؟ لأن الصلاة هي الركن الوحيد الذي لا يسقط عن الإنسان أبدا. وهو نايم حرط ما بيحضرش يهز راسه يهز عينيه بالسجود ملهاش عذر أبدا. ولذلك كان تكليف الله بالصلاة مباشرة كل أمور الإسلام كلفت بواسطة الوحي إلا الصلاة. قال له تعالى عندي عشان عايز أقول لك حاجة مهمة. شوف بقى أنت لما تكون رئيس وعندك شيء يعني روتيني بتبعت الورق وروح على لما يكون مهم شوية تقوم ماسك والله يا فلان جاي لك ورق كذا يبقى خد بالك منه مش عارف إيه. لما يكون شيء مهم يقول تعالى عندي علشان هاي الصلاة كده بس. ولذلك لا تسقط أبدا. بعدين بقى نيجي نقول له طيب تعالى هات في غير الصلاة بقى الصلاة علينا حكمها الصوم ما اقدرش اقتله ولكن خلاص انا اعظه واقول له بشع كذا 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 وبعدين اعزله عن المجتمع نعرف انه متمرد على الحكم. ولذلك اللخبطة اللي في الفهم في الارهابيين وغيره يقول لك حجتنا من رأى منكم منكرا ها فليغيره يده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع يقول له يا أخي فبيفهم افهم قول الرسول فإن لم يستطع يبقى قدر الرسول عدم الاستطاعة بالتغيير باليد مش كده؟ تمام. ليه؟ قال لك لأنك تغير بيدك عند من لك ولاية عليه ابنك تطبح الدم اللي ولايتك عليه تعمل كده تعمله إنما الأجنبي تعمل كده ما تقدرش تقوم الكلمة الطيبة ولا شتمك وقال لك انت مالك ومش عارف ايه غير بقلبك بقى غير بقلبك مش معنى تقول ان هذا منكر ويرضي لا خلي قلبك وقلبك شيء واحد ما يبقاش قلبك متغير عليه لانه بيعمل منكر وتجمع وتضحك وياه وتقعد وتروح له وتزوره ومش عارف ايه لا يعزله عن المجتمع ساعة ما تعزله عن المجتمع يجي صاغر. النبي ما عملش سجن انما ما سجنش المجرم سجن الحر اللي مش مجرم عن المجرم وخلاه ما عايش بينهم كده ويتكلم ده ما يكلموه ويتكلم ده ما يكلموش ويتكلم ده ما يكلموش لحد ما حتى قال لمراته اقعد خليه يقرب لك وما خلتوش يقرب هذا الكلام. نعم فضيلة الشيخ. نعم. قصة سيدنا نوح لم ترد في غير القرآن الكريم. نعم. قصة سيدنا نوح لم ترد في غير القرآن الكريم. الإزاي لم يعني ترد إيه؟ لم ترد في التوراة لم ترد في الإنجيل لم ترد في يا أخي ده بتاعت فرعون والبحيرة اللي عاملينها له لسه موجودة إيه فيها في لوس أنجلوس والمركب اللي كان فيها وفرعون وغرق في المية موجودة موجودة ثم أيوه ثم يعني ما جاتش إنما جات في إيه جات في إيه في القرآن جات في القرآن. نعم. القرآن ومهيمنا عليه أنزل الله القرآن مهيمنا على كل الكتب لأنه لا بعده شيء. نعم. على عكس قصص كثير من الأنبياء. نعم. اللي وردت في الكتب الأخرى أصلها انتهت بإيه؟ نعم انتهت بالمسألة إياها انفضت. نعم ده هو اللي قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم. أود أن أسأل سيادتك سؤال بيواجهنا في كل يوم وفي كل مكان وفي كل لحظة. أشاهد كثير من الناس يؤدي كل الفروض يؤدي كل الفرائض ويستوفي أركان الدين كما يجب أن تكون ولكنه يوزع أذاه على العالمين في كل وقت وفي كل حين. ما حكم هذا الرجل؟
حكم هذا وغيره أن يجازى على هذا وأن يجازى على هذا. اللي خد العلوم وذاكرها كليين واللي ذاكر شوية وساب شوية يسقط في دمين يحاسب على نعم. على إذاء الآخرين نعم. يحاسب نعم. على نعم. يقول له اختل فيك شرط الإسلام لأن الإسلام أمان. نعم فضيلة الشيخ ما حدث لسيدنا يوسف عليه السلام في محنته بيرجع سببه إلى الحسد، وبرغم وجود ما يثبت ويؤكد الحسد في آيات القرآن الكريم إلا أن بعض الناس بينكر هذا المرض اللي هو إيه؟ الحسد. الذي يقرأ قرآنا ثم ينكر واردا فيه ما أغناني عن رأيه ومش يقول من شر حسد إذا حسد. والنبي قال لا حسد إلا في اثنين. بعد ما يقول النبي كده كوني ما أعرفش إزاي بتيجي ما أعرفش. طب اسمع بقى نتكلم كلام علمي. تفضل. أحدث العلاجات الآن من ناحية الإشعاع والضوء ما علاج إيه؟ علاج الليزر اللي عايزين يعملوا منه جراحة بدون دم. هو الدم الإنسان جلده ده ملان دم حتى ملان دم كده ولا له مجاري في قلب الله؟ له مجاري عروق وشرايين. عروق وشرايين كل ما تقرب من القلب تغلظ وكل ما تروح للأطراف تضيق إلى أن تصل إلى الشعيرة. لما نيجي بمشرب دقيق ونيجي بين عرقين ونجرح كده ما جرحتش العرق اللي فيه الدم يطلع دم؟ أبدا. إذا أنا بيطلع الدم من إن أنا عندي مشرب مش دقيق أوي ولما بيجي بياخد شرايين وياس غيارة كده ينزل من الدم. إذا لو أن أنا عندي شيء دقيق أقدر أتحكم فيه لا يسير إلا بين الشرايين ما يجرح يقدرش وياس تيجي الجراحة بالأدم كويس كده. نعم. الليزر اللي عمال بيفتك ده ويدخل بالشعاع. نعم. وكيف ترى العين؟ العين بترى إزاي؟ شوف المشألة ازاي. شعاع ايضا نفسه يخرج منها ام من المرئي؟ كان زمان ايام بطليموس يعتقد ان الواحد يشوف الشيء لان شعاع من العين بيروح لمين؟ للمرئي. فجيه ابن الهيثم خطأ النظرية دي قال لو ان الشعاع من العين للمرئي لرأيت أنت إذا كنت في النور من في الظلام. إنما إن كنت أنت في النور وهو في الظلام ما تشوفوش. إن كان هو في النور وأنت في الظلام تشوفه. يبقى الشعاع جاي من إيه؟ الشعاع جاي من المرء إلى الرأي خارج كده من الرأي. يبقى إن كان هو في الظلام مش هيطلع منه شعاع ما يوصلش إلى إذن. فلماذا لا يكون العين فيها أشعة برضو زي أشعة الليزر؟ وإذا حسدت شيئا صو أنت تحسد شيء تكرهه تصوبها إليه. وهل كل إنسان عنده هذا؟ قال لك كل واحد عنده الحكاية دي. بس في واحد حديثها بالإيمان ما يحسدش واحد على أن ربنا اداله نعمة. ولذلك يقرأ القرآن تقول ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد وكيف نتقي شر وكيف نتقي شر الحسد؟ زي ما قال لنا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. كويس كده؟ نعم. ولك اتقاء آخر إن أي نعمة أنعم الله بها عليك حين تراها اوعى تقول ده اللي جبت على علم أنا اللي أصلي بالشاطر أنا قول إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن قلت عند أي نعمة ما شاء الله لا قوة إلا لا ترى فيها عطوة لأنك أنت عملت كتالوج بتاع الصيانة بتاعتك. زي ما روح اشتري التلاجة ولا البوتاج وقول الدنيا إيه. فكذلك أنا خدتها من ربنا وكل ما شاء الله لا قوة إلا بالله يبقى أنا عملت الصيانة بتاعتك.